الرحم الطفولي هو تشخيص لواحد الحالة كما قلت نادرة كيكون السبب ديالها مشكل في الوطاء. الوطاء هو واحد الناحية في المخ اللي كتسمى ليبوتالاموس أو الوطاء بالعربية. وهذا ليبوتالاموس الوظيفة ديالو أنه كيعطي الإشارة للغدة النخامية ليبوفيز باش كتقوم بالوظيفة ديالها. ففي الحالة ديال هاد النساء هادو كيكون عندهم باش كيتعرفوا أوليا أنه كتبلغ وما كيجيهاش حيض، فكاين عدم حيض، كيبقاش عندها الحيض أولي، دونك عدم حيض أولي مع مراجعة الحيض، وتاخذ الأدوية العادية ديال نقولوا اللي فيها غير بروجستيرون وما تجيهاش بها حيض. فهاد الحالة هادي كيكون السبب ديالها أنه كما قلت الوطاء ما كيعطيش الإشارة للغدة النخامية، ملي ما كتكونش الاشاره للغده النخاميه فالغده النخاميه ما كتفرش الهرمونات ديالها الاف اس اش والال اش اللي كيعطوهما بالتالي الاشاره ديالهم المبيضين اللي كيقوموا بالوظيفه ديالهم في الافرازات الهرمونيه اللي كيكون عندها نتيجه على الرحم والافرازات والتطور الجريبه اللي تكون الاباضه. فمعناتها انه هاد النساء ما كتكونش عندهم اباضه وما كيكونش عندهم افرازات هرمونيه اللي كتجعل انهم ملي كتفحصها كتصيب الرحيم ديالها رحيم ديال طفلة مازال ما بلغتش، كيفاش كيتسمى رحيم طفولي، كيبقى الحجم ديالو صغير كما كانت البنت الفتاة قبل ما تبلغ، والمبيضين حتى هما كيكونوا صغار بحال ديال الفتاة اللي مازال ما بلغتش، واخا هي السيدة راها بالغة في الجسم ديالها وبالتديين وبالأعراض ديال البلوغ كلها ما عدا الحيض، وفي الكشف كيكون عندها رحيم ديال الفتاة مازال ما بلغتش ومبيضين كذلك، لذلك يسمى بالرحم الطفولي. هذا سبب التعريف بأنه رحم طفولي، ولكن السبب علاش كيكون هذا طفولي هو كيف فسرت بأنه من الوطاء ما كاينش الإشارة للغدة النخامية، والغدة النخامية ما كاينش إشارة للمبيضين باش يقوموا بالوظيفة ديالهم الهرمونية. فهاد النساء عدة منهم ما عارفينش بأن عندهم هذا هو السبب، عارفين بأن ما كتجيهمش الحيض والسلام، وكيتناولوا أدوية منها كتعطيهم الحيض صناعيًا وأدوية منهم ما كتعطيهمش حيض، وكيبقاو في دوامة، ومنين كيتزوجوا الأغلبية منهم ما كيتوصلوش يوقع عندهم حمل. أنجع طريقة للعلاج ديال هاد الحالة هادي وهو واحد المضخة ديال LHRH، لأنه الوطاء البوتالاموس كيفرز الهرمون LHRH اللي هي كتعطي الاشاره للغده النخاميه لافراز الاف اس اش والال اش على حسب الدوره بالكميه ديال اللي خاص في كل مرحله من الدوره. فملي ما كيكونش عندهم هذا الافراز من الوطاء فهاد المضخه كتفرز الال اش ار اش بطريقه مماثله للطبيعه اللي كتجعل انه الغده النخاميه كتبدا تشتغل وتفرز الاف اس اش والال اش ديالها، وبالتالي كتعطي رسالة للمبيضين اللي كيقوموا تما بوظيفتهم وكيبداو يفرزوا الهرمونات النسائية، وكيوقع بالتالي تأثير على الرحم وكيكبر وكيولي رحم ديال امرأة بالغة، وكيقدر يوقع الإباضة ويوقع الحمل تلقائيا. فهاد المضخة حنا ما متوفراش عندنا في المغرب، فكنقوموا بالعلاج بطريقة أخرى اللي كتأدي نفس النتيجة اللي المطلوب هو أن يكون النتيجة ديال الحمل. التشخيص عند هاد النساء بهذه الحالة في هذه الحالة هذه كنصيبوا بالكشف بالصدى بأن الرحم ديالهم حجمه صغير ديال الفتاة مازال ما بلغتش، والمبيضين إما ما بينينش أو صغار في القياس ديالهم. كذلك ملي كنقوموا بالتحليلات الهرمونية كنصيبوا في هذه الحالة هذه أنه الـ FSH والـ LH يعني كيف ما كتفرزهمش الغدة النخامية، فملي كنديروا التحليلة كنصيبهم منخفضين جدا، ما كيكونوش عاديين، ما كيكونوش مرتفعين، كيكونوا منخفضين جدا. ففي الحالة ديال الانخفاض ديالهم كتساعدنا باش كنقوموا بالتشخيص. كثير من هاد النساء هادو كيكون عندهم حاسة الشم منعدمة، كيقدروا يكونوا ما كيشموش لا رائحة زوينة ولا رائحة كريهة، ولا كانت كريهة من الأفضل ما يشمهاش الواحد، ولكن حتى رائحة طيبة ما يقدروش يشموها لأن عندهم ماشي كلهم ولكن اغلبيه ديالهم عندهم هذه الحاسه ديال الشم كتكون منعدمه. ف هذا كيتسمى سيندروم دو كالمان مورسي، وكما قلت هو حاله ما كثيرهش بزاف. العلاج اللي كنقوموا به حنايا
عوض المضخه اللي ما متوفراش عندنا في المغرب، كنوصفوا ادويه اللي كتساعدنا لتكبير الرحم باش كيولي بحجم ديال امراه بالغ حجم عادي. وهذا التكبير الرحم كيطلب في الاغلب الحالات من 14 شهور حتى 6 شهور ديال العلاج. من بعد هاد 4 شهور 6 شهور ديال العلاج، ملي كيوصل الرحم واحد الحجم عادي، كنقوموا بتنشيط ديال الاباضه بادوي بحقن، لانه نفهموا انه الاف اس اش والال اش ما مفروزاش من الغده النخاميه، فما يمكنش نعطيو علاج باش الغده النخاميه اللي هي اللي تقوم بالوظيفه ديالها الا بالمضخه. فملي ما متوفرينش على المضخه، كنقوموا حنايا بالتنشيط المباشر للمبيض باش بالاف اس اش والال اش، يعني الحقن اللي كنعطيو كتكون حقن ديال الاف اس اش والال اش، وعلى حسب تحليل الهرمون ديال خزان المبيض كنقدروا القياس اللي هو يقدر يكون مناسب، وبداك القياس المناسب كنقوموا بتنشيط الدوره. ومع تنشيط الدوره الا كانت توصلنا الاباضه وكان الزوج ما عندوش مشكل في الحيوانات المنويه ديالو، كيقدر بجماع طبيعي يوقع حمل تلقائي وتعالجوا حالات بحال هذا سميتو. وقع عندهم حمل، السيده الحمد لله عندها الحمل الثاني، وواحد جوج سيدات اخرين مؤخرا عندهم الحمل الاولي ديالهم. فطريقه العلاج طريقه ناجعه كتعطي نتيجه ايجابيه، رغم انه احسن طريقه للعلاج ناكد عليها كما قلت في السابق، ولكن ما متوفراش عندنا في المغرب، هو المضخه ديال ال اش ار اش.